عارف اول ما اجى الاستاذ في على فكره عبد العزيز بعتي كمان كادو كل عام وانت بألف خير يا احلى رامي. فاطمه الموارش دي متحدثه باسم عبد العزيز لويس اسمه هو لويس شكرا عزوز ايه وفاطمه ميرسي. ايش ايه ما اعرف كان شكل شعري صغير بس حلو في راس ايه حلو انت صارت اخوي اه دي برضه كانت اول برايم ليش شفت لي الكارت اللي بعتوا لي اياه بال كثير حلوة هيدي رجع اقريها ابلس هاي اللي بيرفع الراس ستار اكاديمي رامي ستار خليك هيك جبار يلي داعمينك كثار ما تخاف وما تحتار مثلك كانوا صاروا كبار حبيتها ما تخاف مثلك كانوا صاروا كبار بفرنسا ناطرينك ليل نهار متابعينك ومن قلب ستار ستراسبرغ داعمينك باقي شهر بترجع على الدار وبسهل نستقبلك ستار هذه ايفون اني مارك روي في واحد وزينة برضه حياتي زنزون في نقدر زنزون على ستار اكاديمي كمان زنزون ده حلو ايه صورتك فين دي؟ عارف فيسبوك اكيد هاي بكتير كيف تطلعوها من وين جابوها؟ طلع كيف كانت لحيتي هون؟ كانت خط طيب والله خط حياتي زنزون لا لا اتركها بقلبها كده احلى ليه انا عايز كنت عايز اخليها يا حلو اتركها بقلبه قطع عزوز عن خير خلاص ادخلها تاني انت كمان واف يا جماعه ما فيش حاجه ده بس هتبص هذا صح هو هذا تراث من سوريا كثير قصص بعد فيه بس مش كلهم عم ترمون اول شيء بدك؟ اكد على صفير بنت ما عم بيه كل تاكل؟ عشان نجلزمها هذا الاكله؟ هدي ذوقن شوف طيبين بدك تاكل شوي؟ مسكرين اكد على صفير يا حمار رجوعك دغري كل شيء بدك تاكل منه ما بيصدق بقول له بدك تاكل بقول له دغري على طول انا مثلك تقول لي يلا يلا زنزون حياتي زين ارسلت لي هذا الشيء الحلو احط فيه اغراضي على الاقل لكن ادري قدري في قلبك كبير نعم حال الهوى احوال
حطي ضيه هي جاي. هاي مين هيك؟ رامي تعال شوف. تعال شوف الصورة. كل صورة باسم شخص حدا يعني. شوف. هاي قصايد. نو. ما ترجع لك تضل العلم هيك. ما ترجع لك العلم هيك. سوري بس أنا عشان ما نقعد عليه. من عين رحمة القطة. بس انت شوف شغله محمد رمضان عطيني ثانيه طيب يا خير.